الحضارة المصرية العظيمة، حضارة أجدادنا الفراعنة اللي ألهمت الرحالة والمستشرقين من مئات السنين، ما زالت تبهر العالم بأسرارها وبألغازها وبغموضها وبالعلوم المتقدمة، مستوى العلم المتقدم اللي وصل له هؤلاء الأجداد الفراعنة. النهاردة وإحنا بنحتفل بمرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد، وزي ما شفنا في الفيلم الوثائقي أن هذا الحجر كان بوابة لاكتشاف علم كبير جدا أطلق عليه بعد كده اسم علم المصريات. خلينا نعرف أكتر عن هذه القصة، عن هذا الحجر الذي غير ملامح العالم. الدكتور حسين الحسين عبد البصير، مدير متحف الأثار في مكتبة الأسكندرية، معنا على الهاتف. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم. يعني أهلا بحضرتك. في البداية ربما يعني احنا عرضنا فيلم وثائقي اسمه 200 سنة إيجيبتولوجي، احتفلنا فيه بذكرى مرور 200 سنة على بداية علم المصريات. لو توثق لنا كيف كان هذا العلم بداية أو نور للعالم كله، كيف غير ملامح البشرية، كيف غير ملامح العالم عن الحضارة المصرية اللي كانت مجهولة ربما وقت ذاك؟ هو طبعا من 200 سنة فاتت كان كل اللي قبل كده بنعرفه عن مصر القديمة تكهنات واجتهادات شخصية، لكن لما جان فرانسوا شامبليون نجح في مثل هذا اليوم من حوالي 200 سنة، اللي هو 27 سبتمبر 1822، وأعلن للعالم كله فك رموز اللغة المصرية القديمة، فمنذ ذلك التاريخ أصبح لدينا علم المصريات، فأصبح علم له منهج وله أسس وله أساتذة وله دراساته وأبحاثه اللي موجودة في جميع أنحاء العالم. وعلم المصريات يعني يمكن من العلوم القليلة قوي التي سميت باسم البلد التي يعني ندرس حضرتها. العلم الوحيد ولا من العلوم القليلة؟ اعتقد من العلوم القليله، يعني في برضه عندنا الاشوريات اللي هي خاصه باشور وكده بيسموه بالانجليزي اسيرولوجي، وفي طبعا الايجيبتولوجي اللي هو علم المصريات، فيعتبر يعني يمكن واحد او اثنين، وفي حاجات احيانا ممكن الاوكيبتولوجي علم القبطيات او النوبيات النبيولوجي، فيعني اعتقد من العلوم القليله التي يعني تنسب الى البلد او الحضاره اللي هي نحن بندرس حضارتها يعني. فعلم المصريات منذ ذلك الحين اصبح علم اكاديميك، يعني علم اكاديمي، وزي ما قلت لسيادتك له نظام. قبل كده كان عندنا اجتهادات لحتى علماء عرب ومسلمين زي زنون المصري، زي ابن محشيه، وحاولوا يفكوا رموز اللغه المصريه القديمه، وكذلك اجانب توماس يونج، اثناسيوس كيرشر، وناس كتيره جدا، لكن اللي وفق جان فرانسوا شامبليون لانه كان يعني فدول ساعدوه ان هو يفك رموز اللغه المصريه القديمه، وكان يعني نقدر نقول عبقري نابغه هذا الشاب اللي مات في سن صغير جدا، وانجز هذا الانجاز الذي حول بقى تاريخ العالم، وبدانا نعرف تاريخ البشريه، وده مش تاريخ مصر بس حضرتك، ده تاريخ البشريه، لان البشريه اصبح لها جذور، قبل كده كلها كانت تكهنات، لكن لما اخترع هذا العلم اللغه المصريه بدات تتكلم، بدانا نسمع مصر القديمه بصوت المصريين القدماء، ما عادش في وسيط، المصري هو اللي بيتكلم، سيادتك بتترجم النص، فالنص بيبدا يقول لنا الحقيقه على ألسن المصريين القدماء. ده نعرف ان في خطوط عديده مش الهيروغليفي بس اللي هي النقش المقدس، لا، في حاجه اسمها الهيراطيقي، في حاجه اسمها الدمطيقي، في حاجه اسمها القبطي، وكل هذه كتابات للغه واحده هي اللغه المصريه القديمه. فهتبدا تشوف بقى النصوص، عندنا نصوص جميله وعديده، حاجات تخص الملوك، حاجات تخص الادب، مثلا نشوف قصه سنوحي، قصه القروي الفصيح، كل هذه الاعمال، رحله وين امون، فحضرتك تبدا تشوف الاعمال الادبيه، الاعمال الاداريه الخاصه باداره الدوله المصريه، التعليم اللي عملها تحتمس الثالث الوزير بتاعه رخمي رعن، تولى الحكم قال له ازاي تمسك وازاي تكون وزير ناجح واداله التوصيات، فكل ده بياكد لحضرتك كان عندنا نظام علمي، ولولا الكتابه ما كانتش مصر القديمه بقيت وما كناش عرفناها. يعني خد بال حضرتك العراق القديمه عندهم حضاره عظيمه جدا، لكن كانوا بيكتبوا على الطم، فالطمي زي ما حضرتك عارف مع الوقت المطر الحاجات بتروح، لكن احنا عندنا الجو جاف، كتبنا على الحجر، فالحجر حفظ الاثر، حفظ التاريخ، كتبنا على البرديات، دفننا البرديات في مقابر بعيده عن الارض وبعيده عن النيل، في منطقه صحراويه جافه حافظت لنا على هذه الاثار، بدانا نكتشف هذه الاثار وهذه البرديات ونترجمها، عرفنا كتاب الموتى الفرعوني، عرفنا متون الاهرام، عرفنا النصوص الدينيه، عرفنا كل هذه الاعمال الجميله. حجر رشيد طبعا بالنسبه لنا هو كان المفتاح، وحضرتك برضه تشوف حاجه صحيح. جميله جدا، تبص تلاقي وزير او ابن ملك مصور نفسه على هيئه الكاتب في مصر القديمه، ده بياكد لحضرتك حاجه مهمه جدا، قد ايه الكتابه كانت مهنه مقدسه في مصر القديمه، وعملوا لها الهه، هي الالهه سيشار. صحيح يا دكتور، يمكن كان هناك رسائل عديده نقلت من مصر الى العالم من خلال اكتشاف حجر رشيد. طبعا
طبعا اولا رغم ان كان في صراع بين فرنسا وانجلترا على الحجر زي ما حضراتكم عارفين الفرنسيين اكتشفوه في قلعه رشيد في رشيد اللي هي قلعه قايتباي اللي مسميها قلعه قايتباي الثانيه، لكن الانجليز استولوا على الحجر، نقل الحجر الى المتحف البريطاني تم دراسته من قبل الانجليز والبريطانيين والفرنسيين وشخصيات عديده، لكن الفرنسيين هم اللي نجحوا الثقافه بتاعتهم في فك رموز هذا الحجر. رغم الصراع السياسي كان هناك تعاون بينهم علمي، وفي نفس الوقت الحجر ده من خلال هذا التعاون من خلال الرؤيه وضح للناس حضاره مصر وثقافتها وقد ايه كانت يعني في نقدر نقول تنوع ثقافي. يعني الحجر ده مكتوب في عهد واحد اسمه بطليموس الخامس، ده ملك بطلمي حكم مصر بعد الاسكندر الاكبر طبعا ما مصر الفراعنه انتهت، جاي الاسكندر وبعد كده خلفاء بطليموس الاول لحد ما وصلنا الخامس، لكن الحجر كتب بثلاث خطوط زي ما احنا عارفين منهم المصري القديم اللي هو الهيروغليفي والديموطيقي واليوناني، فبيأكد ايضا على سياده الثقافه المصريه رغم وجود المحتل اللي هو الاغريقي اللي حكم مصر، لكن طغيان الثقافه المصريه والحضاره المصريه وتاثر الغرباء اللي هم وافدين لارض مصر بالثقافه بتاعتنا. دايما زي ما انا بقول ان مصر هو كتاب التاريخ واهم موقف كتاب الجغرافيا، وان الثقافه المصريه ومصر دوله ثقافيه عظمى قديمه وحديثه بالثقافه بتاعتنا. الانجليز دخلوا عندنا احتلونا طلعوا اتكلموا عربي على عكس حضارات ثانيه وبلاد ثانيه اتاثروا باللغه بتاعت المحتل وفقدوا الهويه، الهويه المصريه لو بصينا مثلا لعلم الاحياء وعلم البيولوجي بنلاقي فيه صفات متنحيه وصفات سائده، فالصفات الحضاريه المصريه صفات سائده مؤثر ولا نتاثر.